مصر الخير كمان بتطلع بعثات لبره، وانا من الناس اللي ما كنتش فاهمه قوي بيبعتوا الناس. طبعا انك تبعت حد بعثه بره ده شيء مكلف جدا. انا سافرت على فكره عشان اتفرج على عشان اتاكد وعشان اتفرج وعشان افهم، واكتشفت ان انا عملت التلاتة دول واضيف لهم حاجه ان انا انبسطت جدا. احنا رحت معاهم، انا شفت الطلبه اللي في الصين اللي بعتنهم بعثات. هنخلي ده مجاله الحلقه تانية، بس عندي احساس كبير جدا بالاحترام وبالتقدير اللي بتعمله المؤسسه دي للتعليم، وكمان عندي احساس بالشفقه. يعني صعبانين عليا جدا ان انتوا داخلين في حاجه مكلفه قوي، الاستثمار فيها غالي جدا وما هوش سهل في جمع التبرعات. على قد ما انا سعيده وفخوره باللي انتوا بتعملوه، والمهم الغايه عندي احساس برضو بالتعاطف كده والشفقه. يعني يا حرام يا عيني دول بيشتغلوا على التعليم. طبعا واحنا اتعلمنا الشحاته جدا زي ما انت قلتي في الاول، يعني اول لما مسكنا الموضوع واحنا شحاته رسمي. بصي طبعا التبرعات بالنسبه للتعليم مش احسن حاجه، يعني مش من الحاجات اللي اقول لك سهله. يعني لما تقولي هعمل كرتونه او بطانيه او علاج، دي بتبقى حاجات بتمس القلب قوي. فالناس ده الابحاث يعني دي الابحاث وكل حاجه بتقول لك ان دي حاجات بتمس القلب اكتر. لكن احنا زي ما بقولك احنا مصممين مؤمنين ان هو ده الطريق الامن لبلدنا باذن الله، وهو التعليم. وعلى امل ان شاء الله ويقين ان الناس في ناس مثقفه كتير بتتفرج عندك، اكيد في ناس على وعي عالي ان التعليم هو الطريق الامان. فانا متاكده ان الناس اللي هتعرف وهتطمن وهتتاكد من المخرج فعلا المؤسسه بتعمله في العمليه التعليميه، انا متاكده ان هيبقى له مردود محترم. على ذكر الصين اللي هنحكي عليها في حلقة تانية، كان موجود في إمضاء اتفاقية التعاون التعليمي، كان واحد من اتحاد الصناعات في بكين، يعني أو حد بيمثل المصنعين. صحيح. لأن هم أهم الداعمين للتعليم هناك أو التعليم الفني. وهي دي اللقطة المهمة اللي أنا منها بأكررها أو بأعيد طرحها مرة تانية. اتحاد الصناعات، كبار المصنعين، الناس اللي هتستفيد من وجود عمالة مدربة، هم أول الناس وأولى الناس بدعم مؤسسة نصر الخير في تعليمها الفني المكلف جدا والصعب جدا، واللي هم مصرين إن هم يكملوا. احنا داخلين على مرحلة جديدة جدا لمصر الجديدة زي ما بنقول، مرحلة تشجيع الصناعة المحلية، مرحلة جذب الاستثمار الأجنبي. الاستثمار الأجنبي مش هيتشجع يجي من غير ما يكون عندك عمالة محترمة ومدربة، دي نمبر 1 او الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان انت تشجعي الصناعه المحليه، ما هو محتاج ايد عامله ماهره. صح. فاحنا نجيب جذر المشكله ونحله، صدقوني هو ده اللي هيوصلنا للنتيجه اللي احنا عايزينها. احنا بنغفل الانسان، مع ان ما فيش تطور ولا تنميه ولا نمو ولا تقدم بدون انسان واعي متعلم مبدع وخلاق.